أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، هو يا رب العالمين إنك لا تخلف. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا ترضى. محمد في صالح الأعمال، وأن يجعلنا فيه من الموفقين السعداء. أن تقرأ نبيك الآن منا السلام. اللهم إنا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الدنيا والآخرة. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، آمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا سخاء ورخاء، دار عدل وإيمان وسلامة وإسلام وسائر بلاد العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك أهل الفضل وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا البلايا، وأن تجعلنا من المقبولين المنصورين المأجورين. اللهم انصر بلادنا يا رب العالمين، واحفظنا من كل مكروه وسوء. بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا. اشف يا رب كل مريض، اشف يا رب كل مريض، وعاف يا رب كل مبتلى، واجعلنا يا ربنا في يومنا هذا من المقبولين الموفقين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، واصرف عنا ما لا نطيق يا رب العالمين. اللهم سخر لنا قلوب عبادك، واجعلها لنا خيرا وبركة، واهد يا ربنا كل عاص، واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا،
انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، اجمعنا على كلمة سواء ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. ارفع عنا البلاء وعيدنا إلى بيوتك وردنا إليها ردا جميلا، اجعلنا من المقبولين، وفق أولادنا وأصلح أحوالهم، ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، واجعلهم عزا لأوطانهم، ورد يا رب كيد أهل السوء في نحورهم، واشغلهم بأنفسهم، واحفظ بلادنا من شرورهم. آمن بلادنا يا رب العالمين، واحفظ جندها في كل مكان، تحت أي سماء وفوق أي أرض، اجعلهم يا ربنا من المحفوظين، وارحم شهداءنا، ارحم شهداءنا، ارحم شهداءنا، واجعل كل من أصيب اجعله في ميزان حسناته، واجعل إصابتهم شفيعة له يا رب العالمين، وأتم لنا الخير، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل حياتنا وعيشنا كدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من اتقاه وقاه،
ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، ظاهر بلا خفاء، وباطن بلا اختفاء. رفع السماء فأعلاها على غير بناء، وبسط الأرض وسواها على تيار الماء، وخلق الخلق ودبرهم كيف شاء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدًا رسول الله. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أنت ضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن العبد في هذه الحياة يتقلب بين أحوال، فيكون في حال نعمة ليختبره الله في شكره، ويكون في حال اختبار وابتلاء ليرى الله تبارك وتعالى صبره. فبين شكر لله على نعمه، وبين صبر لله على قضائه، والصابر والشاكر في الجنة. إن الله تبارك وتعالى ينوع الأحوال على العباد حتى يعود العباد إلى رب العباد. إن الإنسان إذا استمر زمانا في النعمة قد يألف هذه النعمة، والألفة تذهب حلاوة النعمة إلا من رحم ربك. فيأتي رب العالمين تبارك وتعالى ليقول للدنيا كلها: أنا الذي أدبر كل شيء، وأنا الذي أعطي كل شيء، وأنا الذي أحكم في كل شيء. فإذا رأيت العطاء فلا تنس من ساق العطاء، فإن ربك تبارك وتعالى يعطي ما شاء لمن شاء، ويمنع ما شاء عن من شاء، ويرفع ما شاء بما شاء، ويضع من شاء كيف شاء، ويوسع لمن شاء فيما شاء، ويضيق على من شاء ليحقق في عباده القضاء. فإذا سلمنا لله في القضاء جاء من الله الفرج والعطاء. ضربها رب العالمين تبارك وتعالى لنا مثلاً في القرآن الكريم في قصص الأنبياء والصالحين، ضربها الله تبارك وتعالى لنا مثلا. ثم جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليبشرنا أنه لا يأتي عسر أبدا منفردا، وإنما إذا جاء العسر قد يسبقه يسر ويأتي معه يسر. فالحبيب صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة ألم نشرح لك صدرك، تقول له أمنا عائشة أم المؤمنين حين تسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو دخل العسر جحرا لدخل اليسر عليه فأخرجه، فلا يغلب عسر واحد يسرين. فرج وعطاء، لكن الله تبارك وتعالى يريد منا حتى يتحقق الفرج، أولا أن تقر لله بالنعمة، وأن تحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. وخير حمد على نعمة الله أن تستخدمها فيما أراد الله. ثم دائما
كن قريبا من ربك، الجأ إلى الله عز وجل في كل حال. ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا في القرآن الكريم لنبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى فبلغ أمر ربه لكنه تعجل فذهب مغاضبا أو مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه، وهكذا ظن البعض منا. قد تغره النعمة فينسى، فيأتي رب العالمين تبارك وتعالى الدنيا كلها: أنا الذي أمنح النعم فاشكروني على نعمتي، وأنا الذي أبتلي الأولى ورضيتم في الثانية، أخذتم الأجر على النعمة ورفعت عنكم البلية. فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فألقي في اليم فالتقمه الحوت، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول ربنا له ولنا: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من لجأ إلى الله أعطاه الله، ومن توكل على الله كفاه مولاه، ومن فوض الأمر لله جاءه الفرج سريعا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسداد والغنى في ديننا ودنيانا وآخرتنا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على النبي الهادي الإمام، علم الأعلام ونور الظلام، إمام الأئمة وهادي الأمة وكاشف الغمة، أخرج الناس من ظلمات الجهل والطغيان إلى نور الحق والإيمان، وكفى به شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه قد أفلح من اتقى. ولا تعصوا ربكم فقد خاب من عصى مولاه. وبعد، اختبار الله تبارك وتعالى لعباده دائما خير، لن تجد من يحبك أكثر من الله فاطمئن إلى أمر الله، لن تجد من يريد لك الخير أكثر من ربك فسلم لربك فيما أعطاك، واعلم أن فرج الله قريب، واعلم أن الله تبارك وتعالى أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك، وأنك أعز على الله عز وجل من محبة أبيك وأمك لك. فالله عز وجل يحبنا أكثر من حبنا لأنفسنا، غير أن الله تبارك وتعالى يحب أن يسمع أصواتنا وهي تقر له بالثناء وترفع الأكف لله بالضراعة والدعاء. فيأتي اختبار من الله تبارك وتعالى لنعج بالذكر والدعاء والتسبيح والاستغفار واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فيأتي فضل الله سريعا ويأتي الفرج من الله قريب. فأكثروا من الدعاء، واعلموا أن من ابتلي بشيء في هذه الحياة كان كفارة لذنوبه إذا سلم لأمر الله. فمن مضى مضى على العهد شهيد، ومن عاش عاش بالرضا سعيد. فبين حالين، بين إنسان معافى يحمد الله على العافية، وبين إنسان مبتلى يسلم لله في القضاء. ومن سلم لله سلم لله، غير أنها بشارة أسوقها: إن الله عز وجل لا يطيل على هذه الأمة البلاء شريطة أن تسلم لله، فإذا سلم الجميع رفع الله البلاء عن الجميع. إذا رأى الله تبارك وتعالى في قلوبنا تسليماً ورضا،
إذا رأى الله تبارك وتعالى على ألسنتنا ذكراً ودعاءً واستغفاراً، إذا رأى الله تبارك وتعالى قلوباً مخلصةً تحب الخير لنفسها وتريد الخير لغيرها، إذا وجد الله تبارك وتعالى الغني يعطف على الفقير، ووجد القوي يساعد الضعيف، ووجد من عنده عطاء يوسع على من ليس عنده عطاء، وجدنا أن الغني يعطي الفقير والغني، وأن القوي يمنح الضعيف والقوي، وأن العزيز يعز الجميع، ففرج الله أقرب إلينا مما ننظر إليه، ورحمة الله بنا أوسع من رحمة كل المخلوقين. اللهم إنا نسألك رحمة تطمئن بها قلوبنا، اللهم إنا نسألك عفوا ترفع به البلاء عن البلاد والعباد، اللهم عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، من شرور خلقك سلمنا، إلى غيرك لا تكلنا، ولا تصرفنا يا مولانا من هذا المكان إلا مغفورا لنا أجمعين. ارض اللهم عن الصحابة والتابعين، ألحقنا بهم على الإسلام والإيمان غير فتانين ولا مفتونين. ارفع البلاء يا ربنا عن عبادك أجمعين، ارفع البلاء يا ربنا عن عبادك أجمعين. اشف يا ربنا كل مريض في كل مكان، اشف يا ربنا كل مريض في كل مكان، من بعفوك على أهل البلاء في كل مكان. اللهم إنا رضينا لترضى عنا، وعفونا لتعفو عنا، وسامحنا لتسامحنا. اللهم إنا نعين بعضنا لتعيننا، يساعد بعضنا بعضا، فيا ربنا أعطنا من فضلك ومن كرمك، وأغننا بخيرك عن غيرك، آمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسلامة وإسلام، وسائر بلاد العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وبه الهداية ومنه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا واعتدلوا، يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.